مشاهدي استاذ في الطب في كل مكان تحيه طيبه مني ليكم هنا عبد الفتاح النهارده موضوع مهم جدا هنتكلم عن تركيبات الاسنان وكلنا بنعاني من مشاكل في اللثه والتهابات اللثه ومشاكل تسوس الاسنان كل ده هتجاوب عليه النهارده معانا دكتوره نسمه حسين اخصائيه تركيبات الاسنان اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره نورتينا النهارده في برنامج استاذ في الطب ربنا يخليك دكتورة. كلنا عندنا مشاكل في الاسنان سواء كان التهابات لسه او تسوس او غيره أه. أه. سواء كان زرع كوبري مثلا حاجات ثانيه كتير هنتكلم الاول عن اهم الاستعدادات الوقائيه للعيادات عيادات الاسنان عموما ايه اللي انتم بتعملوه طبعاً طبعا كورونا. انا مبسوطه ان انا موجوده معاكي النهارده طبعا الفتره اللي فاتت كلنا اتحطينا في موقف صعب الكورونا ومش فاهمين ايه هي ومش فاهمين اعراضها ومش فاهمين الاستعدادات المناسبه ليها وخصوصا في عادات الاسنان لان عيادات الاسنان بتبقى اكتر مكان ممكن ينتشر فيه العدوى دايما بيقولوا ان اي مرض في الجسم بيبدا من الاسنان والله يعني هو اه احنا عندنا علشان احنا شغالين في المنطقه بتاعه العدوى يعني منطقه الفم والانف والكلام دوت فاحنا شغالين في منطقه العدوى عشان كده احنا بنبقى اعلى استعدادات وقايه بتبقى عندنا بس هي الفكره احنا متعودين على الموضوع ده من قبل الكورونا يعني عيادات الاسنان اصلا لازم تتعقم اكيد آه يعني احنا عندنا اصلا التعقيم والكحول والكلور والماسكات كل ده ده كانت حياتنا هي بس الاختلاف ان الناس كمان ابتدت انها عايزه تاخد الاجراءات دي فهو الموضوع طبعا احنا على المستوى العالمي احنا لسه مش عارفين له علاج ولا عارفين هيخلص امتى اللي احنا بس مطلوب مننا الوقايه <applause> النظافه الشخصيه التعقيم لبس الماسكات في الاماكن العامه والاماكن الزحمه تمام هو ده بس المطلوب مننا الفتره الجايه خصوصا الفتره دي تقريبا بيقولوا ان في ذروه تانية والكلام ده فاحنا بس مش عايزين غير ان احنا وقايه ونظافه شخصيه يمكن في ظل جائحه كورونا كلنا بنخاف ان احنا نروح لدكتور الاسنان بالضبط ولكن حضرتك بتطمنيهم دلوقتي أكيد. من الاجراءات الوقائيه اللي بتتخذوها كدكاتره اسنان في العيادات الخاصه بحضراتكم اكيد هو الطبيعي معانا ان احنا بقول لك من قبل الكورونا وبعد الكورونا التعقيم لكل الادوات ده اساسي يعني كل مريض بيبقى ادوات التعقيم بتاعته الكرسي بيتعقم بين البيشنت والتاني احنا بقينا نعقم الهواء يعني احنا بعد موضوع الكورونا بقى في اجهزه بنعقم بيها الهواء بين البيشنت والتاني عشان برضو نمنع او نقلل العدوى بنسبه كبيره طب ده هيخليني برضو اسالك سؤال كده اكيد اي حد ممكن يساله و... من المشاهدين اللي هي الفيزيتا بتبقى زي ما هي ولا لا لا زي آه ما هي انا عايزه اقول لك انا من الناس اللي قللت ايام الكورولا والله يعني الناس فعلا الفتره اللي فاتت كان في ناس يعني ظروفها وشغلها تغير وكده فاحنا الكل لازم يقف مع بعضه فعلا الفتره دي الكل لازم يقف مع بعضه يعني انا كان في حالات احنا اول الكورونا معظم دكاتره الاسنان قفلت احنا ما كناش عارفين في ايه كان في حالات بتكلمني بنزل يعني مش بيهمني لو العيان محتاج مثلا في الم مش عارف ينام الكلام ده كنت بنزل له غير اي حاجه المهم ان احنا كلنا نقف مع بعض ان احنا نعدي الفتره دي على خير هو كده ان احنا مش هنسيب شغلنا ونقعد في بيتنا بالزبط. ولكن احنا لازم آه نتعايش يعني مع الموضوع دي, دي الإجراءات الوقائيه آه. طيب لما اجي اتكلم بقى عن تركيبات الاسنان فعايزه اتكلم عن انواعها ايه أنواع تركيبات الأسنان؟ تركيبات الأسنان ده بحر يعني علم أنا شخصياً دي أكتر حاجة بحبها في في طب الأسنان يعني في أنواع كتير طبعاً من من تركيبات الأسنان بمختلف الأشكال ومختلف الأسعار على حسب كل حالة يعني كل حالة بيبقى ليها التركيبة المخصصة ليها التركيبات دي غير الحشو؟ اه لا دي حاجه ودي حاجه, دي حاجة. الحشو بيبقى فيه تسوس ده كان الخلع خالص بالظبط عندنا سنه اتخلعت او سنه لونها مش عاجبها هقول لك انواع التركيبات مم. دي بنعمل عليها تركيبات صناعيه لكن الحشو بيبقى فيه تسوس تسوس في الاسنان مم. فبنشيل الحشو وبعدين بنحط التركيب اللي هو الحشو التجميل مم. أه نرجع للتركيبات طبعا انواعها كتير جدا اللي احنا شغالين فيه كتير او اللي بقى مشهور طبعا في الميديا والاعلام والكلام ده الهوليود سمايل اللي هو السناب اون شال وتحط مهم. والفينيرز والكلام ده طبعا كله بقى يتجه ليه هو سعره اغلى شويه من العادي بس يعني الشكل التجميلي بتاعه بقى مختلف تماما أه بقى شكله طبيعي بقى بيبقى بلون الاسنان بيبقى بلون البشره أه فبيبقى امال ليه دايما بنحس ان يعني اللي بيبقوا عاملين هوليود سمايل آه، تبقى باينه فيك, فيك يعني؟ بالظبط كده آه بصي هو انا شخصيا ما بحبش الشكل الفيك بس بيبقى في ناس طالبينها اللي عارفه اللون الابيض الفاقع قوي ده انا شخصيا بحب الحاجه الناتشرال اكتر او الحاجه الطبيعيه لكن في ناس بتبقى عايزاها في ناس بتبقى مثلا عندها تصوير فالكاميرا لازم يبقى لون الاسنان مم. فاتح قوي في ناس في فرح حروسه مثلا آه بيبقوا طالبينها فاحنا بنعملها لهم طب ازاي برضه؟ لو هوليت سمايل المتحركة اللي هي بتتحط في المناسبات دي دي ما اي حاجه دي بس بياخد المقاس من بيبقى في اول سيشن او جلسه بناخد المقاس وبعد كده بعديها بحوالي اربع ايام بنستلمها بتبقى شكل الاسنان طبعا في ناس كتير بتخاف انها تعمل بروز او ضب او او كده لا خالص هي بيبقى سمكها ضعيف قوي علشان ما تعمل لناش البروز او الضب في في الاسنان دي لان احنا مش بنعمل اي حاجه في الاسنان ولا بنبرد ولا بنعمل اي حاجه بس مقاس وطبعا بيختار اللون المناسب ليه زي ما قلت لك يعني في ناس بتحب الاسنان ناتشرال في ناس عايزه الاسنان الفاتحه قوي على حسب بقى اختيار البيشنت طب يعني. انا لما اجي اتكلم عن اسعار الحاجات دي بتبدا من كام مثلا؟ أه بص هي بتختلف يعني انا ما اقدرش اقول لك رينج اسعار معينه لان بصراحه بتختلف هي ده للثانيه اه وفي شركات بتبقى يعني انا دايما اقول البيشنت في شركات بيبقى شغلها احسن وبنعمل حاجه نظيفة فهي لو اغلى شويه بس هت يعني هيبقى معاك حاجه هتعيش معاك فتره طويله سنين يعني طويله لكن رينج الاسعار انا ما اقدرش ان انا يعني اقوله يعني تمام برضو افضل انواع التركيبات بقى بتبقى ايه البثور ولا التاج ولا الزراعه ولا ايه آه لا بالنسبه للتركيبات الثابته افضل انواع ليها دلوقتي الاي ماكس e والزيركون دول يعني انا لو عليا مش عايزه اشتغل غير فيهم بس اغلى شويه يعني بس هم فعلا آه بيبقوا صحيين جدا على اللسه يعني آه بالنسبه لصحه اللسه التركيبات دي بتبقى حلوه جدا آه لونهم آه بيبقى حلو جدا بتبقى طبيعية مع الوقت ما بيحصلهاش أي حاجة طبعا ما فيش طبقة بتتشال زي البورسلين مم. يعني البورسلين شوية عشان تحتيه طبقة معدن ممكن مع الوقت مع سنين كده بيبتدي الطبقة البورسلين دي تتشال والميتال أو المعدن اللي تحته يبان فدي الشكل التجميلي ما بيبقاش مظبوط قوي عشان كده مش بنفضل نعملها مثلا في الأسنان الأمامية بنفضل إن احنا نعمل أحسن الإيماكس أو الزرق مم. ده بالنسبه للتركيبات الثابته الفرق ما بين التركيب وزراعه الاسنان ايه آه، زراعة الأسنان إحنا بنعوض السنة المفقودة بس يعني أنا عندي سنة دلوقتي فقدتها فمش عايز آه، يعني أشتغل في الأسنان اللي جنبها وعايز أحافظ عليهم وعايز أزرع مكان بس السنة فهي دي فكرة زراعة الأسنان بنعمل زرع الأسنان بتعوض الجدر بتاع السنة جوه العظم فبنعمل زراعة الأسنان وبنركب عليه الطربوش. الزراعة المو... الخامات المستخدمة تبقى إيه؟ بتختلف برضه يعني مم. في بتختلف بلد صناعه الزراعه يعني في زراعه مصري في زراعه كوري في زراعه الماني وكل حاجه طبعا لها مميزاتها وعيوبها وكل حاجه ليها لما انا نتكلم على الافضليه يعني لو حد مش لا الالماني طبعا يعني نتكلم في حاجه اه عاليه يعني مم. بالنسبه يعني بس الدكتور الشاطر هي يعني هيقدر ينجح الحاله مهما الكامريال اللي فيه طيب في بديل عن الزراعه بديل لزراعه الاسنان ما هو زراعه الاسنان او التركيبات او التركيبات آه التركيبه مم. يعني التركيبه اما ده ايه ما هو كوبري عباره التركيبه ده بيبقى يونت واحد او درس واحد مم. لما بنعمل اكتر من سنه ده بنسميه كوبري حسب بقى ثلاثة أربعة خمسة ده اسمه كوبري بس هي مم. تركيبات بنفس النوع ونفس التحضير يعني مش بيبردوا السنه والسنه آه عشان طبعاً. يوصلوها هي آه هي برضه بالزبط. هي دي مم. بنعمل البرد للاسنان ما هي دي, دي الناس ساعات بتفضل الزراعه لانهم مش عايزين يعملوا برد في الاسنان مع ان البرد ما بيبقاش كتير قوي يعني ما بيبقاش الموضوع كبير مم. بس احنا على حسب البيشنت بيبقى مرتاح ليه بس أنتوا بتبقوا ليكم نظره أنتوا شايفين ايه اللي ينفع او ايه اللي يصلح أكيد. الزراعه افضل او التركيب افضل صح كده يعني في حالات ما ينفع لها زراعه الحالات اللي عندها سكر أوه. الحالات اللي العظم بتاعها لاي سبب نقص كالسيوم مم. آه اي التهابات لسه اي سبب من كان طب ما انا عشان اروح اعمل تركيب او اعمل زراعه ايه المطلوب مني قبل ما اعمل الحاجات دي الاول احنا بناخد هيستوري من البيشنت اساسي قبل ما بنبدا اي شغل يعني في سكر في ضغط بياخد علاج لاي حاجه تانية بنكشف على حاله اللثه بنكشف على حاله الاسنان كل طب انا بشوف ده... دكاتره كتير ما بيسالوش عن الحاجات دي لا يلا عايز ازرع بيزرع عايز اركب بيركب لا, لا, لا الحاله عشان تنجح وتعيش العمر كله وتبقى صح لازم كل الخطوات دي تتاخد وبالترتيب الاشعه في حالات انا بطلب ليها اشعه م. لازم برضو اشوف حالات الجذور حالات العظم حالات اللثه ففي حالات لازم بناخد لها كده خطوات معينه عشان تنجح تمام لما اجي اتكلم بقى عن مميزات التركيبات الثابته واكيد لها عيوب فنتكلم الاول عن المميزات, المميزات. طبعا مميزات التركيبات الثابته هو انا اول حاجه يعني عشان بس الناس تحافظ عشان في ناس كتير بتستسهل الخلع الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خلقها ما بتتعوضش طيب احنا حصل واضطرينا ان احنا نخلع تمام آه فبنعمل بعديها التركيبات الثابته طبعا ليها مميزات كتير احنا بنعوض بيها الاسنان المفقوده ممكن في ناس لون الاسنان مش عاجبها عايزه تغير لون الاسنان وده الفينيرز مه. يعني الفينيرز في ناس كتير بتيجي تعملها عشان لون اسنانها مش عاجبها في إعوجات في الاسنان بسيط مش جامد مه. لان احنا كده هنخش في تقويم فليها طبعا مميزات كتير طبعا ثابته ما بتتحركش ما بتتشلش وتتحط فخلاص بتبقى كانها الاسنان الطبيعيه بالظبط طيب عيوبها بتبقى ايه؟ عيوبها لو اتعملت غلط يعني هي فكرة التركيبات الثابتة هي ليها تكنيك معين أنا لو عملتها صح ومقاسها على اللسة صح والعضة مظبوطة يعتبر ملهاش عيوب لكن أنا دلوقتي لو اتعملت غلط أو بعد كده حصل إن في التهابات في اللسة أو اللسة انحصرت أو الكلام ده بيبدأ المقاس بتاع التركيبات بتغير فنبتدي بقى عايزين نغيره أو عايزين نعدل في الحالة يعني طيب لما اجي اتكلم بقى عن الفينر امتى بيكون هو الحل المثالي الفينيرز حل مثالي يعني لحالات كتير زي ما قلت لك بيغير اللون يعني لو حد مش عاجبه لون الاسنان لو حد عنده اعوجاج بسيط في الاسنان الفينيرز برضو بيعمل ابتسامه مثاليه زي ما بيقولوا ايه تاني عايز تسالي عن ايه يعني انا امتى الجا ليه ولا اخليه يعني الحل ليه بيكون امتى بالظبط؟ اخليه اخر حاجه الجا ليها ابدا لا الأول لا مش اول حاجه واول حاجه ولا حسب آه احتياجك، يعني انا دلوقتي عندي الاسنان موجوده وتمام بس وعايزه آه اعمل ابتسامه مثاليه بنلجا آه للفينيرز، العضه لازم تبقى مظبوطه، حاله اللثه بتبقى مظبوطه، الكلام ده كله فبنلجا للفينيرز. يعني بس آه هو بيدي في الاخر ابتسامه آه مثاليه. بيحتاج كم جلسه؟ الفينيرز ممكن يحتاج جلستين يعني الفينيرز شغله مش كتير خالص ومش بيحتاج بنج حتى يعني ده من الناس اللي بتحبه فيه الناس بتخاف من حنط البنج طبعا أوه. عندنا فالفينيرز بنسبه كبيره مش بندي مش بندي بنج طب احنا معانا صور كده عايزين نشوفها تمام دي, إيه دي حاله طبيب بالليزر طبعا طبيب الليزر اه طبعا اللي فوق قبل واللي تحت آآ بعد طبيب الليزر بيفتح لنا حوالي من من 8 ل 12 درجه طبعا ده بنستخدمه انت لو انا بيشنت شكل اسنانها عاجبها او هي مش عايزه تعمل تركيبات وعايزه بس تفتح لون الاسنان فبنعمل طبيب الليزر بيبقى جيل مخصص لكل بيشنت بتقعد على جهاز الليزر حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع لحد ما نوصل آه لا أفتح درجه هو فقط بيبيض صح كده؟ يعني اه هو, هو مش... بي... لكن... بيفتح الاسنان ما آه. بيعالجش اي حاجه تانية ولا تسوس ولا اوجاج آه. ولا اي حاجه هو بس آه تفتيح الاسنان آه. آه دي, دي فينيرز زوجاني. دي الحاله اللي احنا ب... كنا لسه بنتكلم عليها تركيبات آه الفينيرز سمايلز ولا آه بصي سمايل ودي برده التركيبات دي آه. تركيبات زيركون دي كانت حاله صعبه جدا برده آه. لان عندها المسافه بين الاسنان كانت كبيره جدا فالحل الاساسي ليها التقويم بس آه. البيشنت كانت رافضه فعملنا لها ديزاين كده معين ودرسنا الحاله بطريقه معينه لحد ما وصلناها للشكل ده هي تحت طبعا بعد التجميل اه كدا. طبعا تركيبات الزيركون بس هي اصغر من من الاول ما احنا وزعنا المسافه ما انا بقول لك احنا بنظبط الديزاين بتاع الحاله بحيث احنا لو عملناها على الاسنان اللي في النص بس هنلاقي عارفها في النص اسنان كده كبيره قوي وبعدين الاسنان اصغر اي يعني معلش لا آه. ارجعوا لي بالصوره تاني بعد اذنكم انا عايز اعرف عجبتك هو في <applause> سنه في سنه تركبت ولا ده الكوبري اللي لا بنتكلم لا لا. عليه ولا سنه تركبت هو اه المسافه تكفي سنه اه بس احنا عملنا ديزاين خدنا من الاسنان اللي في النص آه. وعملنا وزعنا المسافه للاسنان اللي جنبها عشان نوصل بابتسامه الى حد آه. كبير دي نبرد تركيبات بنبرد الاسنان اه بنحضر وحدد. الاسنان او نبردها الصوره اللي بعديها دي بقى دي الهوليود سمايل المتحركه أوه. يعني دي اللي بقول لك ما بتحتاجش مننا اي حاجه مجرد أوه. يعني بصي أسنانها قبل وبعد بتبقى مختلفه تماما بتظبط شكل السمايل لو في اعوجاج لو في اسنان مخلوعه أوه. طبعا لون الاسنان هنا كانت مختاره افتح لون آه. آه بس بنشيلها بس قبل النوم بننظفها. هو ليه الوانات متعدده؟ يا ليه كذا شيد، ليه الوان زي ما احنا عايزين، بس يعني اغلب الناس بصراحه بتختار اللون الفاتح يعني طالما احنا بنحطها في مناسبات فيقول لك هنعمل اللون الفاتح. طب لما دي جيبك برضه الفينيرز. اه دي ماشي أوكي. آه, اه دي حاله فينيرز برضه كان فيها اعوجاج. أه. صلحنا الاعوجاج الصوره دي عملتوها ازاي ده حشو دي هوليود سمايل لا أوه. دي اللي هي اللي بقولك عليها التركيبات اللي بتتشال وتتحط أوه. بتداري بقى كل الكلام ده اه لكن انا مش ممكن اعمل بديل عنها بالحشو العد اللي احنا بنتكلم عليه ممكن اي حاجه ممكنه على حسب احتياج اه اللي... البيشنت اي حاجه يعني احنا بندي خطه علاجيه ليها كذا فكره أوه. البيشنت هو اللي بيختار الانسب دي دي برده هوليود سمايل أوه. معنا برضو برضه اسنانها كانت كويسه هي اسنانها كويسه جدا وهي كانت جميله بس هي كانت طالبه انها تفتح لون الاسنان يعني هي كانت عايزه اسنان افتح آه دكتوره نسمه للاسف الشديد ان حلقتي خلاص انتهت بشكر حضرتك جدا مم. دكتوره نسمه حسين اخصائيه تركيبات الاسنان وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى واشكركم مشاهدينا وانتظروني في حلقات اخرى واستاذ في الطب